خد خلص نفسك بسرعة يلا. ايه يا ابني اللي انت فيه ده؟ ماشي تنفت حواليك ليه؟ مش حال بتجيل من على الناصية وانا شايفك بعناية. الحاجة معايا. ما انا عارف انها معايا. هات الحاجة. خد اهي. هي دي الحاجة؟ متخافش قوي كده. كده المصلحة معاك ها؟ خلاص. فيها طلعت؟ انت فعلا أول مرة تشيل فرش؟ عيب عليك يا لولو. عليا النعمة. أنا أجدأ واحد في جمهورية مصر العربية دي يشيل فرش. مش باين يعني. شفت فيلم أحمد زكي بتاع الإمبراطور؟ شفت. العبد لله. طب خلي بالك بقى عشان ده اتقتل في آخر الفيلم. إيه؟ يا جدع أنت مش هو اللي اتقتل. ده التاني محمود حميدة. لا يا راجل. يا عم ده تلاقيه فيلم تاني. سلام يا طلعتي. سلام يا لولو. نورت الدنيا يا برنس. شرفت يا ملك. حد يقدر ياخد كرسي المجلس مني؟ دي نقتله. مين ده اللي هتقتل يا ابويا؟ خالد انت خلاص مسافر على الجامعه؟ الدراسه بدات النهارده. ربنا يوفقك يا ولدي. ان شاء الله ترفع راسنا وتجيب اعلى شهادات. الحمد لله يا ابويا انا بنجح كل سنه بتفوق عشان خاطرك. انت بتنجح كيف؟ ما شفناش في يدك كتاب. ماني بذاكر في مصر يا عمي. زي الثانويه العامه. اللي خدتها في 3 سنين في الثانويه العامه كان المدرس مستقصدني انما في الجامعه انا بدرس للدكاتره. ايه وبعدين يا هاشم انت ايش عرفك في المدارس والعلام؟ والله حكايه التفوق دي ما هي داخله دماغي. عايز حاجه يا ابويا عشان الحق القطر. سلامتك يا ولدي. كلها سنه وتتخرج من الجامعه وتبقى معايا في كل حاجه. واهم حاجه يا ولدي كرسي المجلس. عايزك تورثه من بعدي. ربنا يديك صحة يا ابوي ما تقولش كده. ربنا يوفقك. وعاوزك كل خميس تيجي هنا. حاضر يا ابوي. سلام يا ابوي. بالسلامة يا ولد. سلام يا عمي. سلام. الجامعة خلت الوقت طارق كده ليه؟ مسك يا خالد. عندك امر. بسم الله. تسلم ايدك يا ست الكل. اهلك يا حبيبي. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من الوكل. يما رايح مصر مش رايح جمصة. اها ده شويه وكل حلوين تتجود بيهم وبعدين انت بتنزل مصر ما بتاكلش وبترجع لي زي البوصه. وماله يما على اقل العيال تدعي لك بس كده. طب استنى ما ازود لك الوكل كده. زين يما زين. بقول لك يا حبيبي بص لعلامك وبلاش تعب كتير في الفجر ده اسمه ايه التمبيوتر ده عشان تيجي حسنات ان شاء الله. حاضر يما ادعي لي انت بس. ادعي لك يا حبيبي ان شاء الله اللي قدامك ما يسبقك واللي وراك ما يلحقك ووقف لك ولاد الحلال يا خالد يا ولد بطني. اتوحشك يا امي. وانا كمان يا ولد. سلام يا حبيبي. خالد استنى يا اسطى اركبي. الحمد لله على السلامة يا خلود. الله يسلمك. ليه يا بنت؟ انت مراكش غير المصايب. هي اللي بتتحدث عليا والله. ايه اللي حصل؟ ها بلدينا على فين؟ اصبر يا عم احنا مش بنتكلم. بقول لك ايه؟ انا اوديك شقه ماجد. تباتي مع عمه. لا يا عم اهله خانق قوي ماليش فيهم. انا هروح معاك مش انت شقتك فاضيه؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه ما تركن وتنزل تمدد جنبيها. انت بتتدخل ليه؟ ما تخليك في طريقك. ايه ده؟ ايه يا عم القديم؟ ايه؟ هنطلع على الحلمية، اطلع على الحلمية يا اسطى. ايه دماغك دي؟ ده انت قديم قوي يا راجل انت. غريبة قوي. بقول لك ايه؟ ما بلاش ماجد واهل ماجد. دول ناس خنيقة انا ماليش فيهم يا خالد والله. خلاص انا لقيت الحل. احنا نوديكي عند البنات تباتي مع زوا ورانيا. عشان ما عندناش حريم تبات مع رجالة. ماشي. زي بعض. دي دينا. طب افتحي. مساء الخير.
اهلا اهلا بشجاعه السيما، انت ضربتي البنت جامد قوي، عدمتها العافيه، اديتها علقه محترمه قوي قوي، بس هما يعني طردوني بشكل وحش قوي قوي قوي. طب خشي يا اختي عشان الوقت متاخر قوي قوي قوي. رايح اتعشيتي ولا حضر لك تتعشي؟ لا لا ماليش نفس، متشكره قوي. ايه الادب اللي نزل عليكي مره واحده ده؟ انت فاكره نفسك ضيفه؟ لا انت من النهارده الشقه دي زي شقتك بالظبط، وانا بنفسي هحضر لك العشاء. فكرتيني بماما، هي بس اللي بتقولي الكلمه دي. يا حبيبه قلبي ادام انا بقى زي ماما، تحبي تتعشي ايه يا بنتي يا حبيبتي؟ نعمة لو ما فصلت المزيكا الغامي ده لابص لك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجه تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمه عيد ولا اي حاجه من الناس دي؟ حجازي متقال ايه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوه شايله البلاص عشان يعجبك؟ على فكره المطربه ياسمين اختارت ناجي لاحلى اغنيه في البومها الجديد. بجد؟ واو ده خبر تحفه، الف مبروك. ميرسي يا سيادة. ياسمينه دي اللي هي احسن من فاطمه عيد ولا ايه؟ يا ابني حرام عليك، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه كده، ما تسكتلوش، ده اقل حاجه عنده. عليا النعمة تلم المتعوس على الخيب الراجع. هو أي حد مسك ربابة بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابة؟ ده درامز يا خالد. أيوه يعني ربابة بالعربي. أنت في سنة كام؟ ها؟ أنت في سنة كام؟ أنا في كلية تجارة قسم محاسبة. إيه؟ في تالتة تاني. تالتة تاني ده حضرتك يعني مدبلر، فما تستغربيش، ده خالد. آه عشان كده منطشة معاك، تجارة مش عارف تحسبها. دي أقل حاجة عندك. يا حلوة يا جيلة البقرة. أيوة كده. أيوة اللي انت اللي سجنت ده قلبي يحبك بإخلاص، زي ما ودك وديني، زي ما ودك وديني. انت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت، انت جاي تراقبها يابا؟ يخلص عندك حشيش؟ ايه يا برنس؟ فيها شباب تقولنا في الحرم الجامعي؟ ها مش عند ابو دويه اللي خرب الدنيا؟ اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني، والله العال تمر فيها، خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي، عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين؟ اه ماشي، تعالى كده شويه. ها اخطف ناس دقيقة، اقفوا كده اتكلموا مع بعض. ها خد وقت، ما تعوقش بس. ايدك خدها تاني، ايدك حبيبي. ابرزوا بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي، شكلكم شباب حلو. بص يا شباب، تعرفتوا المكان؟ اي حاجه، اي طلبات خاصه بالكيف والتكييف طالعه عند الشجره الصفراء. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا طيروا انتوا. سلام يا ابو الشباب. سلام يا كوتش. ده شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد، اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشان انفي كرمك حبتين. يا بص خير؟ انا باشا محتاجك تزود لي بس الكميه حبتين. انا مديك حصتك يا طلبه. يا باشا انا عايز بس يعني فرشين ثلاثه اربعه دلوقتي حالا. احنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله. احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعه فبياخد زياده حبه. جامعه؟
سعادة الباشا، رئة الطلبة داخلين على امتحانات وعايزين يكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطة تسويقية جديدة عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال؟ عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. ده في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل الجامعه الامريكيه وعهد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. تبارك يا باشا. الواد ده عايزك تحط عينك عليه، شد عليه وارخيله، عايز عضمه ينشف. اشد عليه وارخيله؟ ماشي يا باشا نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ طلبت الجامعه غرزه يا روح امك. يا باشا انت بتعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ ابن خالتي الامين كريم معاكم. ما نعرفوش. يا باشا ما تصحبوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله. دي مش غرزه يا باشا. اخلص يا باشا اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه، انت شجره صفرا يا باشا. استنى يا باشا الفلوس تصل والنبي يا جدعان. هات هات خلاص يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هو يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ ما انا ما عرفت. شكرا. ما رضيش يجي معايا. اعمل ايه؟ اجيبه بالعافيه؟ وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش ارفض العريس ده، ده ما فيهوش عيب. خلاص حاجه بقى انا لوحدي واتقدم لك من غير اهلي ومن غير اي حد. ترضاها لي يا ماجد؟ عاوز تيجي تتقدم لي من غير اهلك؟ الهام الهام انا بحبك. ما تصعبهاش عليا، انا بحاول الاقي اي حل. وهتقول لهم ايه في البيت عندي؟ بحبها وبس؟ لكن لا عندي شغل ولا عندي فلوس ومش هنقدر نتجوز؟ اللي حلاني بقى كمان 17 سنين. انت ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيه ايه؟ دي الحقيقه يا ماجد، انت اللي مش عايز تشوفها، لكن جه الوقت اللي لازم تعرفها كويس، وتعرف كمان ان انا مش هقدر اشوفك تاني ابدا. ماجد انا خطبتي الخميس اللي جاي، وحتى رقم تليفوني هغيره عشان ما تتعبش نفسك. ولو بتحبني بجد لازم تتمنى لي الخير. مع السلامة يا ماجد. ما تقولش يعني. الهام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام انا عايز اعمل حمام. يا دعيب ياض عيب صاحبك ياض الهام مستر باهم. ايه ده؟ شايفين؟ يا الهام ماجد ماجد عشان الناس. يا الهام رد عليا. ماجد ماجد انزل لي استرجلك انت. انت من الحرير. يا الهام ايه ده ماجد؟ يا مات يا ابني بالادب. ما في راجل هنا ينزل. انزل لي. ايه ده؟ انزل لي. ماجد ايه ده؟ ماجد انزل يا الهام. ماجد انزل لي. انزل يا ابو مين؟ انزل لي. عايزين رجالة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها
ما تفرجش على الدهن. راح فين؟ راح فين؟ انا ما بخافش من حد. ايوه عايزين الرجال نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غلط. شوف الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين بس بص خلي لسانك حلو. الناس دي محتاجه سلاح. جيب سلاح يا بقى خالد. خالد يا الهان ازاي؟ انا جاي اخد حقي. ولا انت تعمل لي فيها مجنون؟ انا هجن من اهلك. اهلي؟ بقول لك انا جاي اخد حقي. جاي اخدها. تاخد مين يا ابن العبيطه؟ مين الواد ده؟ انا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. انا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. حليتها؟ ما فعتوش الواد ده علي تموت حالا؟ هبوظ الجوازه دي؟ علي تموت؟ تعالوا. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. واشتريت البلوفر الابيض؟ ده تحفة حقيقي. بس التليفون مشغول فين يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين، هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثة، مصيبة، الباخرة بتاعتنا غرقت وعليها جثة كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخرة بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، وأكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعة، الحاجة جهزي شنطتك انت والأولاد. لا يا محسن لا، ما ينفعش. ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعة والبنت عندها دراسة. بص سافر انت، سافر واحنا هنحصلك في الأجازة. طب يلا بسرعة عشان الحق أول طيارة على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعة حد يفهمني في ايه؟ شوف زورو.
واحد الحداد في البرلمان يا رجالة. مبروك يا ابوي. وابارك فيك. ما تجيبش حطب معايا. ايه؟ حطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا. وعد الست النائب دين عليك. يا راجل قوم. ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي. قوم يا الله. يالله خالد. ورينا يا ست النائب ورينا. مش هيروح حضر، وهدور على اللي قتله وهجيبه، ومش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عم. تعال هنا، ركش قاعده وسط الحريم. دم ابوك ماله في رقبتك؟ تعرفت اللي قتله؟ كلنا عارفينه، وانت اللي هتاخد طارق بيدك، مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقتل اخوك؟ ما بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد اكيد له اعداء، وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. انت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه؟ الجثه مش هتتشرح واحنا اصحاب الشأن،
دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان، ما نعرفش مين اللي ضربها. يا باشا اكرام الماء الدفن. اوعى تكونوا ناويين تاخدوا بالطار، انا مش عايز مشاكل في البلد. لا يا بيه، عوضنا على الله، وكل نفس هتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعملوا العزاء امتى؟ كوتشين على فلوس. اه كنت بغلبه على طول. اه وجيت من شويه خسرت كل فلوسي، بعدين قلت له كفينا يا جعير، عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حبي كده يابا ما ضربتش الكحري ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير يا جعير انزل يا جعير، النسوان بس هي اللي تستخبى يا جعير، طلعت واقف لوحده تحت يا جعير، لو كنت دخل انزل يا جعير، طلعت واقف لك في الشارع يا جعير، يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موت لك انت وعيالك. ليه يا ابن مرسي؟ انت بتقول لي مين يا دازي؟ لو كنت دكر ليه؟ لا ايوه بقول لك انت، حد قال لك تلعب بخبز البطيخ؟ انزل يا جعير، انزل لعرفك مقامك. انت هادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس، انزل لا تشوف الواد السيس ده وهات له حته من قطره وعرفه مين عادل الجعير. ينزل زيكس، نازل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حالتها. زيكس. اه ينفع وهتتضرب يا زيكس، احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمنا يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم عادل نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين وانت راجل وفاهم يا زيكس؟ يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش صراحه ما كبرليش، امسك يا زيكس، قدم انت ابوك يا زيكس، انا مش هتدخل، انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه؟ قطعتوه ما طلعت. هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع هطلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادي زيكس، اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. منير رجب هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين، طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا بيت وائل. طب ايه العمل يا حاج؟ عضوية البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من نينا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايد بعد المرحوم. لازم نحرق قلبه منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجاب هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوه بعد فوزه بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد بطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد، مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم، انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد
والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده يما انا بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بتر ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا حتبقى ولد ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. تعال قول لي. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي. انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد. ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتله يا ابوي؟ واه ولا شعرفني عاد. Oh.
مالك يا خالد؟ ما قدرش، ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد طلبك؟ يعني ما عرفش مين اللي قتل ابوه. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تجوحش بالكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قدرش. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشهدنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك، هقتلك، هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك، اطلع يا ولد. كنت عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرش اقتل يما، لا فتح ولا غيره، افهميني يما. بعد يدك عني ما تلمسنيش، لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه. مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد، ومالكش حق عندي. انت من 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي. يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقه دي بقى 90 متر بتبص على بحر من هنا. انت مش فاهم يا طلب، انا مش عايز حاجه على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا ما انا عايز ايه؟ انا عايز اقعد في حته مقطوعه. يا عم شوف له حاجه اهدى من كده شويه يا عم طلبه. اهدى من كده ايه بقى؟ في ده احنا في نهي يعني تقتل فيها القتيل ما حدش يحس بيك. ايوه هو ده طلب كده. زينة. زينة مين يا ابن شقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين يا؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت في ايه؟ ركبت لي اعصابي. خد المفتاح اهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعت ومعاهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة الشهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقة عاد؟ لزوم البطاقة يعني ايه؟ خلاص خلاص انا هبقى اديك البطاقة بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقة باسمي. انا مش فاهم حاجة. خليك في حالك يا خالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصورة البطاقة مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طيارة وراك يا برنج العالم. لو اللي بقى يا عم خالد، مالك كده من ساعة ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلب؟ يب ده انت واخد الدنيا بصدرك. انا بس واصحى احكي لك الحديث من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يلا يا اخويا، يلا يلا. سلام يا غالي. ماسخ. سلام. وعلى خير. سلام. بقول لك يا طلع، ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي. لما دخلت المشرحه عشان اشارك في غسل امي وتكفينها جات لي حاله. فضلت اصرخ اصرخ واقول لهم محدش يلمسها، أمي عايشة ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على السرير ومعلقين لي جلوكوز. لما سألت عن أمي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني أكيد أهلك جابوا بالواجب. أنهي أهل فيهم؟ أنا أمي مقطوعة من شجرة، وعشان كده أهل أبويا ما كانوش راضيين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم ان هم غناي ومعاهم ملايين، عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. امال مين اللي دفنها؟ اهل الخير دفنوها في مدافن الصدقه. طب ما انا ابويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيه لغايه دلوقتي. ربنا يخليكي بكفايه نغم. بقول لك ايه؟
بتيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده؟ انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حتة حشيش لقيتها تحت السرير. حتة حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزراعه وحشيش تحت السرير. امسك يا دين، احنا مش ناقصين نكد. قول امسك، امسك شرب. مين؟ بقولك يا شفيق، اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجة، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرايه طلبة، انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما رجع يا اخي. انت قاعد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمة. جرايه شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيع الارض، فاهم؟ عفا عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. في يا طلبة؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيرة، ولما تحب تسألني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه، ده انا وطلبة اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي، انا اعرف اخليك تكلمي اخوك الكبير ازاي؟ هتشوف يا زينب هعمل فيك ايه؟ ماشي. اللي احنا كنا بنقول يا طلبه؟ كنا بنقول نتمشى فرنج يا حبيبي. يلا. ايه يعني هوينا؟ يلا يا بابا. ماشي يلا يا شفيق. ماشي يا طلبه. يلا حبيبي. انت بتقول ايه بقى يا بت؟ وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده، الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها، كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان، وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا، اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين. انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتقتل ليه؟ لمصلحة مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حتة كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطة اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال، وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع، وامشي جنب الحيط. راحت حتة الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحرم المعلم، مش عارف اعمل ايه. هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها، عشقة الاصفار ولا حبة الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ هيسيبولنا بقى، مش عارف اعمل ايه. واحنا مش ينفع يا جماعه الحفيده صح علي، احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقة. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت، ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حراميه يا اسطى. ايه؟ ايه يا عم؟ انت هتحبس التعبيط يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حراميه؟ حراميه ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ والله عنده حق. معاه حق فعلا. اهو الحراميه في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجه. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا جننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا يمكن اوقع على الهجله دي،
وما توافقش ليه يا جفل؟ هي خبطة واحدة وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ لا انا ما عنديش مانع، انا كل اللي خصني في الليلة دي الكاشات كتاكيت، عايز اخرج ابويا من المحنة اللي هو فيها، بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهية. ما هو ده بقى الكلام، الغلطة في الموضوع ده بفورة. جرايا يا اخوانا، انتوا خلاص بتخططوا لسرقة؟ خلاص بقى انا حرامية؟ ايه الحشاشة الفيستك دي؟ انت ايه رأيك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقة. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني، يعني في صحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل، ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من القتل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ بيقول لك هنسرق، هنبقى نشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد يا عبيد، انا اعرف الناس بتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جناين؟ ايوه يا عم فيها جناين طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو دام عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل هنلاقيهم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحتة دي هننط من على السور ده، البواب مش هياخد باله. ولد عليا النعمة اتخلقت عشان تبقى حرام يا ديال وعيد. ونركن العربية هنا. بصوا الحاجة هننقلها صالونسي واحدة واحدة، عمر ما حد في المنطقة دي شوفنا. طيب بقول لك يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليلة؟ اصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقول لنا بقى شكل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان نعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده اسم كلوك يا جماعه للفيلا كلها، عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه وتبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكونوا سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله، مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكونوا سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تي في دي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في ديفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. مفيش مشكله، وما نكونوش واخدين الحاجه دي هي كمان. الله، في ايه يا جدعان؟ مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شويه اكيد هنلاقي حاجات حلوه. ها؟ ايوه يا جماعه، الفيلا مليانه، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الاصليه، اللوحات الكبيره، كل الحاجات دي موجوده وتجيب فلوس. ايوه بس احنا كده بقى محتاجين عربيه عشان نلم فيها الحاجه. عيب عليكم، انا عندي واحد صاحبي عنده عربيه ممكن اخدها منه بكام ساعه دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش، هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه يرضى. طيب لو كده ماشي مفيش مشكله. تعالوا بقى نركز. ده الباب. وده السلم اللي هيطلع منه. كل المنطقه دي هي اللي فيها الفلوس. طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده انت هتحاول تبصوا لبعض. يلا خلاص you
بصوا بقى هنطلع سلندر سلندر يودينا على السفرة بس نروح ونروح فوق عشان البواب قطوا ناحية تانية تبع ورايا هات هات الشنطة عندنا في المنطقة يا لهوي بتعمل ايه؟ ودور على واكل ما كانتش من صلاحية ربنا واكل واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك ما كانتش بتقول قبل ما تيجي وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في الثلاجة وهما مسافرين انت عبيط يا غبيت هو انتوا جايين تدوروا على اكل هنا دوروا على اكل في المطبخ مطبخ ايه مطبخ ايه صاحبي ايه 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 وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع احنا بنسرق خلصونا بقول لكم ايه بطلوا هزار بدل ما نتحبس تعالوا ورايا انا عارف الفيلا دي كويس انا هقول لكم تعملوا ايه يلا يا لهوش يا جدعان البيت ده بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر حسن الله يخرب بيتك حرب اصلا ما حصلش ماشي بقول لكم ايه احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنينه وبعد كده نبقى نحولها للعربية ماشي يا جدعان الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو كمبيوتر يا ده مبارك يا جماعة طب بزار بقى يلا طبعا نفس فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن ايوه السيفرات شيء بلاي ستيشن اهو ايه ده؟ في حسن ينام يا راجل نام في صوت في الفيلا لا مفيش حاجة مش عارف انه وحش شريط ايه اللي وحش شريط اللي انت تقوله ده؟ الشيطان الرجيم أنا قلت إنها فيلا مسكونة شوف هيعمل ايه يلا في هدوء وجيزه وبصوا تمام يلا يلا يلا
البيت وخارج الزفت يا احنا برضو غلطانين، حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها، لكن هيودينا في داهيه. الحمد لله يا عم، ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي. هات ورشنا، تعرف الواحدة دي تتكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الألوان يا ابوي، خدهم كله يا جدعان. ايه؟ أنا أمنيت على الحاجة في الجنينة، نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربية. تمام، نزلوا الحاجات دي، دينا حط عينيه على الحاجة. يلا يعني الدنيا أمان؟ أمان يا معلم. يلا يلا قبل ما يلا تعالوا تعالوا بسرعة. لا هو ايه؟ شاي رياضي؟ الفيلا شكلها فيها تحف ياما. يا عم تحف ايه؟ دي شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي؟ يا عم احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن في حد فين؟ في حد جاي يسخنك. حرامي! حرامي! فانا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا مات. يا عم خلاص ودي صوتك، انت هتفضحنا. قدم فرار، يلا امشي يلا. بس يلا الراجل مات. لا الله يرحمه، تعالى بس دلوقتي يلا. تعالى تعالى هتفضحنا. ما تكلمش، ايه ده ايه ده؟ قتلته يا مات. ايه ده ايه ده؟ قتلته بيدي. ايه ده ايه ده؟ شت. بس ايه ده ايه ده؟ ما حصلش حاجه يا عم، عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي، انسى انسى اللي حصل، انسى. يلا يلا خلاص يلا امشي يلا يلا يا جدعان يلا يلا. خلاص العب العب وانت العب. نزلوا حاجة على الضعيف. ضعيف خليه معاك، وقفوني الحاجة خليه معاك، نزلوا انتوا حاجة. يلا تعال يلا انزل. شو يا ماشي شو يا لؤي؟ يلا لؤي امسك
ما تفتح يا بقرة يا جدعان. حيطة حيطة فوق بقى يا عم الخفيف. هو ينفع كده يا جدعان نبهدل البهدلة دي وكمان نرجع على باب الله؟ بقينا مفلسين ومقشفرين. انت بتتكلم انت؟ لوش المشاكل والمصايب رايح تعكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي. احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى من اجل الله يا اخي ده انا اول مره يحصل لي كده في حياتي. انا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس 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 هنقعد نولول. هو ما فيش غير حل واحد، نرجع نسرق تاني. لا نسرق تاني لا يا ابني، لازم نسرق. ايوه يا جماعه الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام يعني ايه يا عم واوساع؟ انا يعني مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخواننا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. ايه يا خيال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطرن شهر. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله. طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت تصرف انت وهو يعني، او تصرفوا على روحكم هنا بس ولا نبعد يا ماجد. خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه ثانيه. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصب اللي مش حرام يا اخي. والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي، حاسس اني عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح لازم كلنا نروح. اه ايه بس هي ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت، اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعه، يبقى في مصر ساكن جنب النيل. طلعت فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت، هتستعبطي. انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط، حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه جوزي؟ كنت جوزي اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم خلاص. اسكت، وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين، وانت روحتي فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقول لك الفاشل، يا دوبك كتبت لي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمين. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. الا قول لي يا زكريا، صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك، ده انت حاجه تقرف. وانت لو كنت بني ادم صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه انت ربنا هيخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا. خلود طمنت على البواب يابا؟ تمام الحمد لله. الله، امال مالك يا مكشر كده ليه؟ ضميري مأنبني، لقيت دماغه ورمه. معلش يا حبيبي، باذن الله تفش. طب دماغه هتفش، السريقه اللي احنا سرقناها دي هتفش كيف؟ ما قلت لك يا ابني بقى 100 مره، السريقه اللي احنا سرقناها دي مش فارقه معاهم اصلا.
بعدين تعالى هنا، هو مش انت صاحب شعارات ان احنا لازم ناخد من الاغنياء ولاد ال ندي للفقراء ولاد ال الشغل ده شغلك؟ ايوه، بس احنا سرقنا ولا ادينا للفقراء ولا للغلابة، قسمنا الفلوس على نفسينا. قسمناها على نفسينا وزعناها على الغلابة، المهم انها خلصت والنتيجة واحدة، مش لاقيين ناكل على فضل الكريم. عشان كده بقى يا جماعة احنا لازم نسرق تاني. تاني؟ ايوه تاني. طب ليه؟ انا اقول لك ليه. اول حاجة يا سيدي عشان نخرج نفسنا من الورطة اللي اتحطينا فيها، وتاني حاجة وده الاهم، ان يبقى معانا فلوس عشان اقدر، قصدي نقدر يعني نعمل بيها اللي احنا عايزينه. وبعدين يا ابني دي المرة اللي فاتت عدت زي الفل، مالك؟ شوفوا يا جماعة، احنا لو قررنا نسرق تاني انا عندي مكنة في دماغي كده، بس سيبوني اطبخ الموضوع الاول وبعد كده بقول لكم. ايه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجة. ايه هي؟ بص يا عم النجم، احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، ايه يا بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقة، الناس اللي واكلينها ولع. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقة؟ أنا أقول لك يا سيدي. ها؟ نسرق فيلتنا. فيلتكوا؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو أنتم من الناس اللي تستاهل السرقة على حق. بس مش يا ابني البنك خد فيلتكوا وتلاقي عليه أحراس أو عوق؟ هو ممكن يكون باحها لحد. على العموم أنا هعرف الكلام ده لما أروح لقفان البواب وأطقس. عارف يا لولو؟ ده اقتراح هايل، قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ معلش يا بيه، انا لسه بشتغل مع السكان الجداد وكان نفسي ابقى معاكم، لكن اعمل ايه بس، امر الله. وسيادتك الراي بيه عارف يعني انك ما يرضكش تقطع عيش. عارف يا عرفان، عارف. بيقول لك يا عرفان احنا بيجي لنا هنا جوابات. ايوه بيه، في جوابات جات لكم من البنوك، اجيبهم لسيادتك؟ ماشي بعتهم لي. وخلي بالك هيجي لنا هنا جوابات كتير لغايه ما نبقى نغير على العنوان الجديد. وماله بيه؟ تيجي وقت ما تيجي، تيجي براحتي. ماشي عرفان. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايوه بيه؟ هما الناس اللي خدوا الفيلا دي يعني امتى بيبقوا مش موجودين؟ ها؟ لا يعني امتى بيبقوا مش موجودين عشان لما اجي لك ما نضايقش حد فيهم. ها؟ انت تفضل تقول لي ها؟ انت لسه سامعك تقيل يا عرفان. منور يا لؤي بيه. ها؟ عايزين اي لخبطه يا جماعه؟ ها كل واحد عارف يعمل ايه يا ابويا.
يا دول انت كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه امال ايه؟ يلا طلع. ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟ ده دعايه، انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجه، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك دعاه. يا سيدي انا ما اعرفش، انا اصلا ما اعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم اقدر ما حصلش، اقدر ما حصلش، يا اخي صاحب الفيلا بيحب حاطط له صورته، مالك انت؟ انت يا ابني طابوه انت يا عم، في ايه؟ متدينين قوي كده، ليه جايبوا تسرعوا؟ خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلع، هطلع انا وانت فوق يلا. بقول لك ايه؟ انا هطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه، تعالى. ماشي يا عم. واخدين اوضتي ونايمين على مرتبتي. ماشي. هو دي المرتبة دي. اهي. عشان تبقوا تناموا براحتكم. لو سمحت. ايوه. فيلا الترابيلي فين بعد اذنك؟ فيلا الترابيلي. حضرتك بص، هتخش يمين في اول شمال هتلاقي ميدان، تكمل على طول هتلاقيها في وشك على طول حضرتك. بس هم وصفوا لي انها هنا. لا 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 لا، وصفوا لك غلط زي ما بقول لحضرتك بالظبط. ماشي شكرا. العفو، اتفضل حضرتك اتفضل. الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوانين. يا عمر مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. يا شاشين افتح لنا طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. بسم الله. اوبا حليب قلبي.
اموت في الكوبون يا اما يا جدع عارف فلوسي كلها ايه ده ده احنا باين علينا لعبت معانا يا عيال بس دي تخوف كنت راح يخوف قوي تخوف ايه احنا فتحنا شنطه الرعب الشنطه دي هتخلي الحكومه تدور علينا بايديها واسنانها لا بس هم يعرفوا يلاقونا لو وقفوا على شعر رجليهم طبعا يا برنس هتبي الشنطة دي أأمن مكان ليها هناك لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع ايه الفلوس دي؟ ايه المجوهرات دي؟ احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا كل واحد فينا ياخد نصيبه ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا صح كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته ان شاء الله حتى لو يشتري بيه البنسمار ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم بالعكس ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشره باوصاف المجوهرات بس بكره الجمعه اجازه بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي كده احنا هنختلف بصوا يا جدعان انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه وزع يا عم استنى انت هتوزع ازاي لازم نوزن هنوزع بركاوي بركاوي طب اصبر بقى كده محدش يمد ايده لا وريني حته الدهب الابيض دي بس انا عايز الكردان يا غالي خد كردان امك اهو انت حته الدهب الابيض انا بقى اخد الخاتم ده احنا قلنا مفيش نقاوي اشمعنى الخاتم ده استنى عليها يا جدعان ده شبكة زينة القلب عيب عليك يا لولو انت هتتجوز غلطتي يا برنس مبروك يا صاحبي حبيبي يا ريس حبيبي يا لولو استنى خد دي مني كمان طول عمرك ما يفوتكش الواجب تمشي وتسيبني يا ماجد عامل ايه بس ما هو مفيش حل تاني يا ماجد انا محتاجاك انت ليه مش عايز تفهمني انا كمان محتاجك انت عارفه ظروفي عامله ازاي انا شايف ان المشكله دي ملهاش غير حل واحد حل ايه بقى نتجوز تاني يا ماجد ما تخلي علاقتنا كده احسن علاقه ايه اللي كده احسن ما هو لو كان ينفع ما كناش قعدنا هنا وكان زماننا في حته تانية انت عارفه ان السكه دي ماليش فيها لو انت مصر انا موافقه بس انا ليا شرط اشرط وعلم واعمل اللي انت عايزه نتجوز عرفي 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 ايه؟ انا عارفه انك مستغرب من الشرط ده هو الحقيقه انا مش مستغرب يعني انا مضايق ليه يعني؟ يا ماجد انا بطلب كده علشاني وعلشان انت لسه في بدايه مشوارك الفني موضوع جوازنا ده لو اتعرف مش هتقدر تكمل في المجال ومشاكله صدقني انا مجربه واحده واحده نتجوز عرفي الأول وبعدين كده كده أنا هبقى مراتك وحبيبتك مش كده ولا إيه؟ الجوازة دي شكلها هتتعبني أوي أنا عايزاك تبقى متأكد إن ده الصح ليا وليك وإني أكتر واحدة في الدنيا بتحبك طب ما أنا بموت فيكي كده طب ما أنا عارف تعرف أنا حاسة بسعادة معاك حاسه بأمان عمري ما حسيته قبل كده لسه بقولك ايه احنا هنتجوز امتى بقى كمانك مستعجل كده ليه استنى شويه مستعجل كده ده سؤال برضه مستعجل ايه ده نهار اسود ما اقول امتى استنى بس ده هيحصل ازاي بس يا حبيبي لا سيبيني بقى الليله دي ليله انا بلاش شفت حاجه يا رحمك بتعملوا فيا كده ليه طب انت عايز ناوي ليه وانا اقول لك عليه وخلصني هموت هموت يا انا بس اول واد اللي نصب عليك هو يا برنس العالم عيش معاه بقول لك طالما انت معلقه كده ونفخه
اشاف فيه على طول. ما يستاهلش يا طلعت. طب اقول لك على حاجه، سلكتين 320 فولت على لسانه. حبيبي ولا 110 يستاهلوا. بلاش حنيه قلبك دي يا عم طالبه، ارش في وشه ميه نار. خلاص خلاص يا طلعت، حقك هيجي لك لغايه عندك، اطمن. والله انا مالي دعوه بحاجه يا طلعت، الواد مختار يالا، الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب. خفت منك انا كمان، هربت يا طلعت. حلو. طالما انت هربت بقى يا حبيبي، انا هعمل معاك اتفاق دلوقتي. تقول لي الواد مختار ده فين وقاعد مع مين، اروحك بيت. حاضر. ما تقولش، انا هخليك. هقول يالا. هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم على كل حاجه، بس سيبوني. سيبني يا طلعت واحنا نروح نجيب الحشيش سوا يا طلعت. سيبني يا طلعت. خلاص هقول لكم على كل حاجه، بس ارحموني. انتوا عارفين يا جماعه ايه الدخنه دي عاليه قوي، بس انا حاسس احساس غريب دلوقتي. ايه؟ حاسس ان دماغي اعلى من البرج. طب ارجع بدماغك شويه كده لورا احسن ما تقع من فوق البرج يا ناصر. مكانك انت وهو، محدش يتحرك. اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهاده وفاته بايديه، بس انا توقف مكانك. انتوا مين وعايزين ايه؟ اقول لك يا حبيبي احنا مين وعايزين ايه؟ تعرف الوش ده يا ده طالع، فاكره ولا مش فاكره؟ مش ده طلعت اللي خدت منه الحشيش وهربت يا جبان؟ ولا فاكر نفسك ده شفت شم النسيم؟ ايوه شفت شم النسيم ياض؟ ليه معايا يا بنت من الاول وانت بتسرق مني الحشيش ياض؟ يا جماعه انا سرق معايا حشيش. اخرس يالا اخرس، يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. لا ما يقولش حاجه، يموت بحشيشه كده عشان يخش النار وقلبي يرتاح. خلاص بقى ما تعرفش. استنى بس استنى، انا معايا الفلوس. ايه احبك وانت بتحب الحياه يا ورحمة ابويا. دول كل اللي معايا. كام دول يا برنس؟ 9000 جنيه. نعم؟ دول ما جوش نص الفلوس اللي ليا عندك ياه. ربنا ما معايا غيرهم. خلاص خلاص يا طلع، خدوا خدوا يلا. ايه ده يا برنس؟ خدوا. عارف الباقي بقى ليه؟ الباقي ده ادب ليك، علشان رحت اديت كمية حشيش لعيلين تافهين زي دول. خلاص يلا. ايه ده يا برنس؟ وايه ال 1000 جنيه دي يا برنس؟ ايه يا طلعت؟ ال 1000 جنيه دي حق المواصلات بتاعتي انا وشفيق عشان جينا معاك. جرى يا طلعت؟ مواصلات؟ ليه؟ العيال دي كانت هربانه في السمار ولا ايه يا برنس؟ يا عم في ايه؟ ما تلم نفسك شويه. يلا بقول لك يا طلبه، ما تنساش ال 500 جنيه بتوع السلاح. ال 500 جنيه بتوع السلاح اديهم له. بتوع السلاح؟ خد يا عسل كده، امسك امسك بس. معاكوا ربنا، هكلمك انا. ها؟ سلام. سلام يا برنس. الله ده يبلطج علينا ولا ايه؟ خلاص. عارف يا دي انت وهو لو فكرتوا تعملوا الحكايه دي تاني هيحصل لكم ايه؟ تسرقني يا طلبة؟ تسرق أختك؟ ماشي يا طلبة الكلب، ماشي. أيوه مين حضرتك؟ عايزة مين؟ طلبة موجود؟ قول له مين حضرتك؟ لا يا حلو سيبيني هقول له بنفسي انا مين. اوعي من طريق. استني هنا. استنى ايه يا اختي؟ تعالي تعالي سيبها. ايوه ليه؟ دي انا اللي نصبت عليها. تبتدي شعري. خلاص سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها خش جوه صفيتي دلوقتي. صافي وبيجامه حمراء وليلى. ايه يا بنت؟ ما تهدي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطلعت؟ يا بنت نصبت عليه اه، لكن انت ما نصبتش عليكي. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملته؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني؟ يا بنت كنت هقول لك، بس لو كنت قلت لك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسي طلعت حبيبي القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عمل لك كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق،
بيت سارق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. انا ماليش غيري كزينه يا بت، انا مش شايل هم حاجه في الدنيا غيري، افهمي بقى. انت كذاب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا انا وطالعه، وكنت سبت لنا شقه نتجوز فيها بدل ما انت عاملها لمزاجك يا واطي. اتلمي نفسك شويه يا بنت. بنت اللي بتضربها. بس خلاص. واضح انك مش فاهمه ومش هتفهمي، وانا بقى لازم افهمك واقول لك الحقيقه. طلع ده من النوع النمرود، الا لو ربنا اداله شويه وطلع فوق، اول حاجه هيعملها انه هيرميك انت. هيدور بقى على واحده على فرانكا. انا عارف، عشان كده انا قلت اقصقص ريشه. خدت الارشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينه؟ عشان عارف ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهم لي. انا بحفظك. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقول ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينه. انا اخوكي ابن امك وابوكي. تعالي. كده بقى يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوح. وجه وقت رد القلب يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة لأن أنا مش هنقدر ننزل بيها. ما تقلقوش. الحل بسيط، إحنا داخلين ندور على الفلوس وعلى الدهب. يا جدعان، راجل زي ده أكيد في بيته فيه فلوس ودهب. برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعة هنعمل إيه؟ احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي. بسيط. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي، يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام. بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟ سكيورتي. سكيورتك؟ يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش. مأمن نفسي. بالنسبه للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل. وانا برضو عرفتلكوا كل سكان العمارة أسمائهم إيه. بس إحنا مش عاوزين البواب يعرف أشكالنا خالص، ده ممكن يروح يوصفها لسطوحي والبوليس وتبقى مصيبة. تلاقيش يا دودو مظبطلك حاجات مش هيخلي بني آدم يعرفنا. الله عليك قصاد حرامي. إيه يا ابن العسل ده؟ وعهد الله لو عندي أخت لأجوزها لك. المهم اسمعوني كده، الدنيا بقت تمام قوي، اتعشت ظبطنا كل حاجه. اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعه. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. حضرتك في شكوى من العماره يعني ان في ريحه كده غريبه، مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك، في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي تمام. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك. شمي شمي كده. شمي. ايوه شمي. في ريحه دي أكيد في ريحة. شمي كده. شمي بقى. شمي بقى. شمي. أصل اتفرج عليك كده يا أخي. برافو عليك. زي قلت لك بالظبط. أمال إيه؟ ده أنا لابد له تحت العمارة بقالي يومين. بالراحة بالراحة. عايزاكم تنجزوا بسرعة ها، وخلوا بالكم البواب شافنا ها. هو إيه يعني ما يشوفنا؟ هيجيب أوصافنا منين؟ يلا يا جدعان إحنا نسامر طلع تحت مستنيين لوحده. يلا يلا. طب يلا. بقولوا يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش، انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده، ما تشغلش بالك. يلا بس جدع. ايه لقيتوا حاجه؟ كله قلش يا ابني كله قلش. مش مهم مش مهم، الخدمه كلها في الفندقين دول. فلوس ودهب واوعى. قشطه يلا بينا بقى بسرعه. يلا 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 خلينا نعمل الجاي. ماشي يا صاحبي، عشان تعرف كيف تضرب راجل الصعيدي بالقلم يا عرة الرجاله. استني يا يلا بينا. الحق اسطوحي بيه، ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا جماعه انتوا عايزين
انتوا عايزينه خدوه خدوه خدوه، اللي انتوا عايزينه كله خدوه. هوريكم هعمل ايه؟ ضربوني وسرقوني يا باشا، سرقة في اكراه علق من كده عين عينك. ليه يا باشا؟ مفيش بوليس يحمينا؟ مفيش حكومة تاخد لنا حقنا؟ اسكت شوية واحكي لي، مين اللي عمل معاك كده؟ معرفش يا باشا. أشكالهم إيه العيال دي؟ عيال لابسة أقنعة كلها يا باشا، ما شفتش حد. أقنعة؟ دول كانوا ناويين أسطوحي، واحتمال كبير تعرفهم. دول كانوا يقتلوني يا باشا، وفي الآخر واحد خد رصاصة وحطها لي في جيبي يا باشا. رصاصة؟ دي رسالة أسطوحي. وهي نفس الرصاصة اللي أنا لقيتها في البيت. يعني العيال هم بتشك في حد أسطوحي؟ يا باشا بشك، بس شك بس يا باشا، ما عنديش أي إثبات، بس متهيألي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي، بتشك في مين وليه؟ السيد مساعد وزير الداخلية لسه مكلمني دلوقتي بخصوص التشكيل العصابي بتاع رصاصة التسعة مني. يا ترى حضراتكم وصلتوا لايه في تحرياتكم؟ يا فندم العصابه دي منظمه وعلى مستوى عالي جدا من الذكاء، حتى الرصاصه اللي بيسيبوها بيتركوا بيها رساله معينه. الحكايه مش ناقصه والبلد على كف عفريت. انا شايف يا فندم ان احنا دورنا في الفتره اللي جايه اننا نكتشف الثغرات اللي العصابه بتسيبها وراها، وبالطريقه دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليهم. همتك بقى يا بطل. غريب يا فندم ان هم سرقوا نفس الشخص ده مرتين ورا بعض وكانه تحدي للسلطه. بالعكس يا فندم، انا شايف ان دي غلطه كبيره جدا من التشكيل العصابي، وان هو ده الخيط اللي هيوصلنا ليهم. قصدك يا شريف؟ قصدي يا فندم ان انا شايف ان العصابه ما كانتش بالذكاء الكافي في السرقه الثانيه، لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباريه اللي اتسرق كان مستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم علاقه مشبوهه، او على الاقل يعرفهم، وبالتالي فدي مش مجرد سرقه من ناس مجهولين، لا دي سرقه من ناس منظمين عارفين هم بيعملوا ايه، والا كانوا سرقوا اي حد ثاني غيره. فعلا دي نقطة مهمة جدا. يبقى دورنا عمل تحريات كاملة عن سطوحي وعن كل زبائن الكباريه في الفترة دي. ده مطلوب فعلا. بس أنا شايف يا فندم إن الفترة الجاية لازم نكثف تحرياتنا عن الناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجأة. هو ده اللي هيوصلنا لخير سرقك. شريف أنا بكلفك بالمهمة دي. أنت اللي هتتابع القضية دي. وده تكليف رسمي ليك. يا فندم ده شرف كبير جدا ليا. أشكرك يا فندم. واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن سعادتك. انا واثق فيك يا شريف، لانك بتفكرني بشبابي، كنت متحمس جدا زيك كده، لكن للاسف الحكايه بعد كده قلبت تشريفات. اتفضلوا. يا برنس حبيبي عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لي الجرام اللي قلت لك عليه؟ بس انجز عشان انا عندي فرح دلوقتي ومعايا بودره في ايدي. مالك يا دي؟ يعني انت اول مره تشيل مخدرات؟ ما انت رايح جايب الحشيش معاك وخلاص يا عم. ده حشيش، انما دي بيز، يعني اوسخ من الجمره الخبيثه. تبعدين احنا الاثنين. خلاص يلا، في ايه؟ في انت هتسيح لي؟ بقول لك ايه، هو ده مش اعلى كيف؟ جربته؟ لا يا عم، حد الله بيني وبينه يا عم، ده ادمان وبيودي صاحبه في فقر، ويا اما تخش السجن يا اما تخش مصحه، هو ده اخر. يا عم فقر ايه بس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، سيبك من الفلوس، انا بس مخنوق شويه وعايز اشرب اي حاجه غير اللي احنا بنشربه ده. اتخنقت، عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده، تعبان مش مبسوط. ما علينا. بص يا عم ماجد، انا نصحتك وقلت اللي عليا وخلاص، بلاش البتاع ده. انت بقى يا عم عايز تعمل كده مع نفسك. استنى استنى بقى، دولي كده، سلم عليا سلم عليا حبيبي عم العالم. طب سابهم ايه؟ تمام بقى زي ما قلت لك، عارفش انزل حاجه. طب من بقى الكراريس والحاجه اللي اتفقنا عليها. قشطه يا معلم. ماشي ماشي، يلا سلام. سلام يا برنس. طب بقول لك يا جماعه، مش هتيجي عندي الفرح بقى تغني على ياسمينة؟ ياسمينة يا عم، اتكل على الله. اسمع مني بس، اتكل على الله اخوك. معلش، ما انا عارف انك اخويا، اتكل على الله. زميلة ماشي يا شقيق، انا اللي جايب الحاجة.
لحظة. جوز من امي. طب يا جدعان ده ايه الفلوس دي كلها؟ شكلها هتزقزق يا جدعان تاني. يلا جالي مشوار.
شغال هنا؟ انت مين؟ شريف توفيق ضابط مباحث. يا باشا اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رأفت يا باشا. اقعد يا رأفت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد غطاها يا رأفت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكله مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مره حصل الكلام ده مع مين؟ مع شويه شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم، بس من ساعه ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكله بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رأفت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس، بس اول ما سطوحي بيه كشفهم طردهم على طول من هنا. واللي تقول لي سعادتك على الموضوع ده احسن مني زوزو اللي بتشغل هنا يا باشا. يا فين؟ يا زوزو تعالي كلم الباشا الضابط. انا اذنك يا باشا. والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت اي حاجة، ده انا ماشي زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسميه. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج؟ والله يا باشا انا خلاص يا بنت مش عايز صداع. ريه باشا اسمك ايه؟ زوزو. بس اللي تشوفه يا باشا اللي في البطاقه يروح امك. خدمتك سعاد مسجله اداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقه. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي حلهولك وفتحي دماغك. أمور يا باشا. تعرفي ايه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكله مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شويه عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما انا عارف يا اختي انهم زباين، تعرفي عنهم ايه؟ ايه ده يا باشا؟ لا يجي لك السكر ولا الضغط ولا حاجه. كلام يا بت. حاضر. معرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفيش؟ اروح امك. اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ها شريف وصلت لحد فين؟ الحقيقة يا فندم بعد فترة من البحث والمتابعة قدرنا نوصل لمجموعة كبيرة جدا من المشتبه فيهم، من ضمنهم مجموعة طلبة كانت علاقتهم سيئة قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق أكتر من مرة. ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعة من السرقات اللي حصلت في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة، نقدر نقول يا فندم إن احنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين أقرب حد للتشكيل العصابي ده؟ مجموعة الطلبة اللي بتتكلم عنها. أنت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعة طلبة من جامعة القاهرة. عندك معلومات عنهم؟ أيوة يا فندم هوري حضرتك. دول مجموعة أصحاب فاشلين جدا في الدراسة يا فندم. ظروفهم الاجتماعية سيئة جدا. وظروفهم المادية أسوأ. ومن تحرياتنا اكتشفنا ان في تغييرات كبيره جدا حصلت للشباب دول في الفتره الاخيره يا فندم. تغيير ازاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيره جدا يا فندم بطريقه غير مبرره. ومين الاولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم من اسره ثريه جدا من الصعيد. ابوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضويه مجلس الشعب، ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد، غير رقم تليفونه، اخباره اتقطعت تماما عن اهله ومحدش عارف عنه اي حاجه. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من أسرة متوسطة، ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جدا معاهم وراح اتجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينة. تحرياتنا بتقول إن في مشاكل كبيرة جدا بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت، والدتها ماتت من قريب جدا. بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جدا، وحالتها النفسية نقدر نقول إنها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي وعايشين في أرض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه أعراض الغنى الفاحش في الفترة الأخيرة، بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربية، وتأكدنا إنه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعة اللي معاه. آخر واحد في الشلة دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوتة كبيرة قوي يا فندم. أبوه صاحب الباخرة اللي غرقت قريب، وبعد المشكلة دي حصلت لهم مشاكل مادية كبيرة جدا جدا، وعلى اثارها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعيه الاسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت الدليل؟ الحقيقه يا فندم انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعه دي تحت المراقبه المكثفه، لكن مش عايز اعمل اي خطوه ازيد من كده علشان
ما ياخدوش بالهم. طيب خليك وراهم وعايز تقارير اول باول، مفهوم؟ طيب يا ام عامل ايه دلوقتي؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي قتل ابوي؟ عمي انت متاكد من الكلام ده؟ خد مطرح في مجلس الشعب عشان كده قتل. انا هقتله يا امه. هل جالك دلوقتي سلام؟ الطبنج. طبنجة ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ هاخد طربوي اغسل عارك. ما تضيعش نفسك يا ابوس ايدك. انا ضايع خالد. طب خدني معاك عشان خاطري، عشان خاطري. لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! عمك باع البيت وعاوزنا نقعد في بيته. هو اللي قتل ابوك. كان عمينا والبلد كلها عارف. كنت عايز انا اقتل فتحي وعمي هو اللي قتل ابوي. قتل الخسيس عشان ينهب كل حاجة. اقتلوا يا خالد عشان يعرف ان ابوك خلف راجل هياخد بطاره. عشان امشي وسط البلد رفع راسه يا ولدي. اطمن يا ام، هقتل، هغسل عاري وعاري، اخلي ابوي ينام مرتاح في تربته، هاخد عزاوي وانا راسي مرفوعه. يا فرحه ابوك بيك. روح يا حبيبي قبل عمك ما يعرف انك رجعت يعمل حسابه. ده حنش بيبو خسم، اقتله قبل ما يطولك. حاضر يا ام، بس عندي شرط. قول يا قلبي. تقعد في بيتك وتطلعيش وراي، سيبيني اشفي غليلي بنفسي، ووعد مني هرجع لك ونوقف انا وانت قدام البيت وناخد عزانا بايدينا. حاضر، هستناك ما تاخرش علي. ادعي لي يا ام واعملي اللي قلت لك عليه. اكسر الشر يا خال. بعد عني يا فتحي. خالد بيه، الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عقلت وجاي تاخذ بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي، انا جاي دلوك عشان اخذ بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو.
خد بطارك منه وامسح العار، وساعتها هتبقى والد مجاهد صح، ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتله، مستني ايه؟ خد بطارك وامحي بنار الكره. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. أمانة عليك يا جبر، اوعي يكون فيك حصى ولا طول، أمانة جايلك ولد زين، من ميلة الزمان معطول، جايلك ولد زين، جايلك ولد زين يا جبر، خايف في لف العمامة، أمانة عليك يا جبر، ما تحاسبوا غير يوم القيامة. ما تخافش يا ولد، أبوك حيتلقاك في أحضانه. أمانة يا قبر ما يكون فيك حصى ولا طوب، جايلك ولد زين، أمانة 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 يا قبر ما يكون حصى ولا طوب، جايلك ولد زين من ملة الزمان معطوب، وفضلت مغطوب عليا الخلقتين. فطن يا قناعي، فطني وراسي مرفوعة. حصى ولا طوب. ليه كل حاجة حلوة بحس إنها مش حلوة؟ ليه كل الناس راضية وسعيدة إلا أنا؟ اتكتب عليا العذاب والشقا، حتى خالد الراجل الوحيد اللي أنا حبيته مات من غير ما يعرف إني بحبه. ده أنا ما حبيتش راجل غيره في حياتي. مين معايا؟ انا ديدا. ديدا انت فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سوا، مات. مات؟ ايوه، تقتل في الصعيد. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انت عامله ايه؟ انت كويسه؟ طمنيني عليك. لا انا مش كويسه، مش كويسة، بس هبقى كويسة كمان شوية. دينا انتي صوتك مش مريحني. ما انا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني. دينا انتي فين؟ دينا انا كنت عارفة انك بتحبي خالد، بس هو للأسف ما كانش حاسس بده. وصدقيني يا حبيبتي، ده في الأول وفي الآخر كل شيء اسمه نصيب. دي
انتي عارفه زهرة كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي؟ ان انا كنت عايزه اعيش عيشه بسيطه زي كل البنات، بس ما عرفتش. حاولت ابقى حراميه ونادله برضو ما عرفتش. عارفه ليه؟ لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت. انتي بنت كويسه، ما تقوليش على نفسك كده. كويسه ايه بس؟ ده انا سرقت وعملت بلاوي، انا فيا العبر. انا ما عرفتش اعيش بشرف، عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف. انتي اتجننتي دينا؟ انتي بتفكري في ايه؟ شوفي يا سهى، انا كتبت رساله هتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن اعرف انتي فين؟ واشمعنى انا اللي بتطلبيني وتقولي لي حاجه زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان انتي طول عمرك كنتي بتقولي لي انك زي امي، وانا بعد امي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمه، ملهاش اي معنى يا سهى. دينا علشان خاطري اللي انتي بتقوليه ده جنان. انتي عارفه عايزه تعملي ايه؟ انتي عايزه تموتي كفايه. انا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفه يا سهى، انا نفسي اروح للناس اللي بحبهم. وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت امي، بس دلوقتي خلاص كل حاجه ملهاش طعم، مفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش. الموت سكت هروبها يوم طفي نجاتها نجاتها يا روحها انت يا عيدي عيدي من ألمها ومن أهضها أهضها إلى عمر بدون حبيب خلاها ليلي العمر الرهيب ساكن صوتها وسكتها تطفي وحشتيني يا نجاتها الموت سكت هروبها طفي سكت نجاتها. في ايه؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ لا يا جماعة هي كويسة والله. ادم لا فينا ده ايه
ايه اللي بيحصل فينا؟ البلد بايظه بره واحنا بايظين هنا. واحد مات والتانيه جثه جوه، جثه واحد مننا، جثه فوق جثه. المصايب بتيجي مره واحده ليه كده يا رب؟ ليه؟ والله العظيم مسكينة دينا كانت أجدع واحدة فينا. الله يرحمك يا دينا، الله يرحمك. مش قادرة أنسى منظر الدم. ليه كده؟ ليه كده يا دينا؟ ليه؟ صدق الله العظيم. يا جدعان يا جدعان، مش وقت الكلام ده. كلنا عارفين ان اكرام الميت دفن ودينا جوه جثه. يا جدعان لازم نشوف هنعمل ايه. عندي ندفنها عند في المقبره. عندي انا لسه جايب مقبره جديده. وانت شريت مقبره ليه يا ماجد؟ كان قلبي حاسس ان في حد فينا هيقع. طب ودي امان دي يا ماجد؟ امان نقدر ندخل المرحومة بعد النص الليل من غير ما حد يحس. طب والغلبانة دي مش لازم نغسلها قبل ما ندفنها؟ غسل ايه؟ انا ما اعرفش نعمل كده. نعمل كده ازاي؟ انا اعرف. انتي غسلت اكتر من واحدة عندنا في الحتة. بس قومي معايا يا زينة. قومي يا سلام ساعتي. إذا حنين ووثاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوضعتها كاذبة خافضة رافعة. حسن صبحينا دينا، صبحينا. إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت بثا. أنا أنا حسن وكنت أزواجا سما. شركة شاكر علوان. حلو قوي قوي قوي. خليهم تحت عينيك ورقبهم كويس قوي. وإياك تعترضهم ولا تيجي جنبهم لحد ما أجيلك. لو اتحركوا خليك وراهم بهدوء. فهمني يا ابني؟ وأنا هتصرف وقوة أجيلك. العيال الموجودين قدام الشركة يا فندم. عيال مين؟ التشكيل العصابي بتاع 9 مللي يا فندم. 9 مللي يا شريف؟ 9 مللي ايه والبلد مولعه؟ يا فندم دي فرصه ان انا اقبض عليهم بعد ما عرفت مكانهم. ايوه وانت عايز ايه دلوقتي؟ محتاج قوه يا فندم عشان اقبض عليهم. انت مش عارف يا شريف؟
نص زمايلك ما جوش النهارده وبقيه القوات في الشارع. ايوه يا فندم، بس انا موجود وعايز اشوف شغلي، وكل اللي انا محتاجه قوه صغيره يا فندم. ايوه يا فندم، تحت امرك. شريف بيه، قبضنا على اتنين والتالت خلع منا. ماشي يا فندم، ماشي. هتقوم ورايا. السلام عليكم. سلام شريف باشا. ازيك؟ سلام بيه. الحمد لله يا باشا. عايزك تستلم العيال دول لحد ما نروح لهم على النيابه بكره ان شاء الله. مين دول ده؟ صوت تسمع مني؟ هم يا سيدي، بس لسه ناقصين ثلاثه. هنقررهم النهارده ان شاء الله ونعرف اماكن العيال التانيين. والله كتر خيرك يا باشا انك شغال في الظروف دي، انت عارف طبعا ايه اللي بيحصل في الاقسام الثانيه دلوقتي. ايوه يا اسلام، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نشوف شغلنا. والله يا باشا ده في ظباط كتير قوي سابت موقعها وظباط اكتر استقالوا. ربنا يستر على البلد. ماشي يا باشا، نورت يا باشا. السلام عليكم. نورت يا باشا. خد يا ابني رنا دول دخلهم على الحبس. يلا. أهم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب. لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، خلي بالك غيرك. تعال كده، تعال كده، تعال كده. وسع وسع، خليك فوق معاهم. ولا في عم ده هو في المهم غير غلابة زينا، انا عارف اتصرف معاه. ولا في عم ده هو، انا عايز لك غلابة اللي جوه. بس انا خلينا نخش يا عم وسع. ماشي، انا عارف انها مش هتيجي بالسوق. ماشي وسع. اتفضلوا حضراتكم، روحوا على بيتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. وسيادتك يا فندم، انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم. يلا شوف بيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. تخفيض الاسعار هذه كانت مشكله محلها سريعا، ومن ثم عاد الاستقرار. لكن الان الرئيس مبارك يواجه موقفا غير مسبوق. فجاه المظاهرات تندلع في مدن مختلفه بمصر، تم فيها تحطيم مقاطع. لا هي مش مشكله، سيبوا على الارض، سيبوا على الارض. بقول لك ايه،
سيبوا نايمه يتنفس، سيبوا له ساعه. ده هو ده، خلوه عينيه يا حبيبي، ابعدوا عنه خليه يعرف هو نفس يا حبيبي. ماجد ازيك يا روحي؟ انت دخلت ازاي اصلا؟ المفتاح اللي معايا، انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه؟ الله مالك كده اتخضيتي كانك شفتي عفريت. انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى، ربنا يخلي امنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجيلك على طول. طب بقول لك ايه، تيجي معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش، منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم كتافك يعني يبقى خيري، هو في جنبي، انا في محنة. ماجد هنا، ماجد هنا، دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته. المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني. بسرعه تعالى هاتلي صحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده. متاخرش عليا، انا خايفه. بسرعه مين؟ عايزة مش كده؟ كلمي عايزة. انا مش قلت لك ما كلموش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمة الكويسة تسمع كلام جوزها، تسمع كلام مين؟ جوزها. حاضر حاضر. عارف انا بغير عليك، ها؟ بغير عليك انا. هعمل لك حاجة تشربها. لا مش ممكن. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. جيب شربت. الحمد لله. ماما فوق. وقالي. الحمد لله. الحمد لله على السلامة، ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا لؤي؟ كويس. حد يعرف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد. قول لي يا حبيبي، كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا ومفتش الفيلا، شقة مصر الجديدة كمان. اصل انا واصحابي خدنا شقة مفروشة. مش هما دول برضو اصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هما. انت بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي انتوا عملتوها. مش لما يبقى في شرطة الأول؟ هيبقى فيه. هترجع. طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني. دلوقتي لا في شرطة ولا في سجون ولا في مساجين أصلا. خلاص خلاص خلاص، المهم ان هو كويس ووسطينا. تعالى يا مامي تعالى. بصلي فيها ليه؟ جيبي لي الكوبايه.
ازاي يا حبيبي؟ انا كنت محضرها لك انت. انت بتسمعي حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. في عالم سمسم والساحرة المستديرة حيث ينساك كل البشر. الريحة دي، الريحة دي إنها رائحتي وأنا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. بيت زبون ياسمينة جابتك هنا زي بيت زبون. هنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الاوضه دي، بس ما تقلقش، بس هتجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا، ونبقى مجموعه مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوه يا بلح يا مغفله. عايز اخرج يا ولد الكلب، يا ولد الكلب افتحوني يا ولد الكلب. صرف معايا زي ما انت عايز ولحمك. انا اول ما جيت برضه حتى صدق وعيط لحد ما وصلت حوار اللجنة الشعبية ده معلم، خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه، أهم حاجة عايزين نفتح عينينا، البلد كلها حرامية وقلق وإحنا رجالة المنطقة. افتح لي بقى السكة. افتح يا ابني السكة يا ابني. حرام يا لؤي، انت بتسرق. انا انت انت انت, انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي؟ انت عارف اليومين دول مش هنفوتها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي، صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. ما
فيلتي يا ابني انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده بصره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها، دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. حدي مشيني مشيني خربني. يلا يلا شعلان خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بس كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك، سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك، عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا. تتحبس ولا تجور في 60 داهيه. السلام عليكم. لا ما احنا لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي يا نبي ينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانيه كتيره. لو بيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا، يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا، انا ماسكه بايدي انا والشباب اللي معانا دي، وشو بينطوا من فوق سور الفيلا. طب قول لنا واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطه العسكريه القى القبض على احد افراد العصابه. المتهم يعترف ويقول بان اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجاله القوه اللي عندك، عندنا مأموريه مهمه جدا. ولا زكريا ولا انا عايز افهم، هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في ابو سيدا كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينه ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير اربع مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش عارف شو كان لازم اجيب شكته ولا ايه؟ عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب انجز بقى، ركز معايا، خليك في ضهري. ها امشي على السكه اللي همشيها. امشي على السكه يا زلمه. ومنفع زفت انت وهو. بقول لك يا غالي بس عايز يا زفت في حاجه في السرير. يا الله يا الله يا طاري. شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي. روح عليك يا شبراوي. شبراوي يا حلوة حليب قلبي، عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين من ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صويتك، حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا اختي كريم والله هو اللي دخلك المسرح، اما جيت هو اللي دخلك. انساك مش وعدتك اني هرجع لك تاني يا اسمي. هو اللي دخلك. وسير الحيط. لا هو اللي دخلك المسرح. هو اللي دخلك. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله ماجد انا بحبك.
انت عارف انت ما شربت من نفس الكاس اللي شربته لنا. شم 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 ياسمين بقت شمامه. يخرب بيتك انت عامله منها. بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني ولا اطلع خدها واحدة شلموها خلص؟ مش محتاجة الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة. كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. آسف آسف اللي عملته فيك. كنت لسه أحضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت عشت. تروح على فين؟ انا رايح اجيب الدب من ديلو بس على الله يكله. انا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 لنفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. ازيك يا لؤي؟ عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقين يا سوسو؟ انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصوم. اطلع مش باين لها القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش. حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني. هيحصل هيحصل يا سوسو. يلا بيه بس العيل انت. يلا يا عم. هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. سيد الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء يتشرف الماثل امامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين والتمس الحكم ببراءتهم. نعم واسقاط التهم المنسوبه اليه. سيد الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء قبل ان نغوص في اعماق القضيه علينا ان نسال انفسنا سؤالا هاما. نعم يا سيدي من المذنب ومن الضحيه؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون ام هي قوه اكبر منهم؟ علينا يا سيدي ان نسال انفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئه. انهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع. انهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم اخطاوا اخطاوا ولكن من كان منكم بلا خطيئة
فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم من الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا سيدي الرئيس. هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت. إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب، فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا. أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين. الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا التمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليه، وشكرا. الحكم بعد مجاورة. سامحيني يما، سامحيني يما، حياتي مطشة معايا، أهوان علي أموت ولا إني لحظة أشوف في عينيكي دمعايا. معرفش ليه السنين ممررة في حالي، وكأني طعم الحياة. يما يما مش حقيقي، سامحيني. بعد الاطلاع على الاوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الوارده برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبه كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات. رفعت الجزمه. الأرض ولا في السماء كله بيعدي يا دلوقتي. برد هدية حاولنا ورحنا الأبرياء، احنا اللي ضعنا في زمانكو واللي انتشر فيه الرياء. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض درمة. وصغير على الأرض ترمى. العدل فين يا محكمة؟ العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته
والظلم الزالت دولته وبكره يا ما نديت عليك غني غني من ودو هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر ردينا لعيوننا البصر والشعب على كلمته هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عملوا هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عملوا بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتتوا هلا 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 حي على العالم هلا 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 حي على العالم هلا 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 هلا